بروق كل روق. يسعد لي اوقاتكم شباب وصبايا، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اول شيء انا بدي اعتذر على فيديو امبارح، للناس فهمته يمكن غلط، بس انا وضحت وكتبت بتعليق وكتبت كذا مره وحكيت كذا مره بالفيديو انه الحكي منه موجه شخصيا للزلمه. اوكي، الحكي منه موجه للزلمه، موجه للتعليم اللي عم بعلمه. انا اذا بدي اطلع احكي بدي اقول بدي اعلم حكي مزبوط، بدي اعلم شيء مزبوط، ما بدي اعلم شيء غلط. هذا تاتوه، لا لعبه ولا رسم على الورقه ولا رسم على الجلد بالقلم ولا شيء بروح، هذا شيء ابدي، هذا شيء بده يضل على جسمي ابدي. فانا بدي اطلع اعلم مزبوط، بدي اعلم طريقه صحيحه، ما في اعلم طريقه غلط. فهيدا كان انتقادي على الفيديو كله انا، وكان طويل الفيديو، بس هدول القصص حبيت وضحهم. وبعتذر اذا ضايقتك صاحب القناة اللي انتقدتك، يمكن ما انتقدتك، انتقدت شغلك وانتقدت طريقة تعليمك. بعتذر منك على هيدا اللي صار بالفيديو، بس هذا الشيء لازم يصير، كان بصراحة يعني كان لازم هذا الشيء يصير. اوكي، اليوم عنا موضوع الارم باند، تاتو الارم باند. الكل بيعرفها، الكل عندهم صعوبة فيها، الكل عندهم صعوبة لما بدهم يجوا يعملوها، لما بدهم يجوا يسووها عندهم فيها صعوبة. فاليوم حفرجيكم طريقة سهلة وطريقة هينة، وتبرع لنا جاد انه نحلق له شعرات ايده طريقة انه ما يكون كتير، لانه هلأ الدنيا شتوية فلابس الجاكيت بيرجعوا بيطلعوا. هعلمكم اياها بطريقة مزبوطة، طبقوها تأني هيك بالاخص، هيك تاتو وهيك الارم باند لازم تكون برواء، لازم تشتغلها برواء، ما فيك تشتغلها بسرعة وشو ما كان، لانه كلها لازم تكون جالسة وعقد الايد. اوكي، قبل ما نبلش بكل شيء، حيطلع الانستغرام اكاونت تاعي هون، اللي بحب يتابعنا على الانستغرام اهلا وسهلا فيه، بحط عليه الفيديوهاتي وستورياتي وشغلي بالتاتو ويومياتي وكل شيء بخصه بالتاتو وحياتي الشخصية. اللي بحب، مش الشخصية اللي يعني، اللي بحب يتابعنا على الانستغرام اهلا وسهلا فيه. ويلا خلونا نبلش. اوكي شباب، قبل ما نبلش بتجيبوا ورقة ستانسل جديدة، تكون جديدة، تشيلوا هيدا ونكبها ومنجيب مسطرة ومنجيب تلزيق عريض شوي وقلم رصاص وقلم ماركر. اعطيني قلم ماركر شوي، نترك هدول اول شيء. اول شيء بدنا نعوزه هو التلزيق وقلم الماركر. شباب بعد امركم، بدي منكم طلب زختور، منكم تتشكروا جاد. والله هيدا الفيديو يعني لو ما ايد جاد ما بيزبط. بتمنى تتشكروا على الشيء اللي ساعدنا فيه انه ايده صارت هيك. فأول شيء اللي بنعمله نجيب تلزيق، نلزق التلزيق هيك يجي على القد. اوكي، تجي جلسة على القد، بنشوفها جالسة من كل المطارح، كله تمام، كله ظابط، كل المطارح تكون جالسة برم. هلأ منجيب قلم ال... أفضل شوي، منجيب
ألم الماركر بنحدد بهالطريقة هيك. هيدي التاتو، هيدي التاتو كيف ما تحرك ايدك، ان كان عليتها بلمتها هيك بلمتها نزلتها هون، هيدي الايد في مفاصل وفي براغي وفي قصص كتيرة بدها تبرم، بدها تتحرك. يعني اذا بتحرك ايدك، يعني اذا عملتها هيك ممكن تعوج التاتو، بس طالما ايدك جالسة وماشي طبيعي جالسة كلها برم، هيدا نحنا اللي بدنا اياه. بنشيل اللزقة، بكون عنا جيز بكون عنا زيح جالس. اوكي شباب، اول شي ناخد الديزاين اللي بدنا اياه او الحجم اللي بدنا اياه. عنا هيدي الورقة الموصولة بالورقة الكربون، لنقول نحنا مثلا بدنا اياها انه زيحان عادي. اوكي، نرسم زيح خفيف كتير، نرجع نرسم زيح تاني خفيف كمان تنشوف مثلا انه هيدا الديزاين اللي بدنا اياه نحنا، ما بدنا شي تاني غيره. نرجع نعمل واحد تاني فوقه، منقربهم شوي، شوي يكون زيح رفيع وزيح تخين. اوكي، نتأكد انه كل شيء عنا تمام. فهلأ شو بنعمل؟ بنسمكن. شايفين كله تمام هون، اوكي. نحنا بدنا نبلش بالزيح الرفيع من فوق بده يكون الزيح الرفيع. اوكي، بنشيل الورقة، منجيب مقص، بس ليكو كيف منقصها هون، بترك شوية فراغ بقص هون وهيك، هدول عم قصقصن كرمال لما بدها تيجي تلف على الايد ما تعمل تعوج فوق. انجأ شوي، يعني 3 بكفة. هلأ شو بنعمل؟ نمسك الورقة هيك، نعملها شوي هيك، طريقة انه لما تيجي تلف على الايد ما يكون فيها انه تجعلك على الايد. يلا قدامنا قلم ماركر، ومنجيب الديتول، استعملوا فيها ديتول هاي كرمال تشتش الورقة ما يكون فيها الطاوج. منيح القلم الماركر. اوكي، هيدا الزيح الاورانج اللي حطيته هيدا كرمال، شوف كيف بدها تجي التاتو. ورقة من فوق هاي الطريقة منبين، نعمل فوكس هاي، منبلش ندهن، بنحطها على أول ورقة بكل رواق.
كل رواق. نشيل اوكي مثل ما شايفين هاي اللاينات، هذا اكيد هلا بنمحيه. هلا شو بنعمل؟ بنرجع بنعيد عليها هون، ماشي هون عدنا رجعنا عليها مره ثانيه. هلا بنرجع بنعيد عليها كله بصير بسوات بعض، بس مثل ما قلت لكم لما بده يحرك ايده بدها تعوج. فهلا حارسم له اياها بالقلم وبتشوفوها كيف جاي جالسه وكيف كله تمام. اوكي اول شيء بنشوف المشاكل وين اللي هي اكثر شيء موجوده، مثل هون الجلسه 100% بتاخذ انت هون بقى الزيوح اللي بدك اياها، المطارح مطرح ما تلف ايدك من هون هيك، اخذهم بطريقه اكيد. هذا التعوج هذا اللي عم تشوفوه هذا من جوا، هذا من الالم لانه جاد بهز. كتر خير حلق شعرات ايديها. اوكي هيك طول الوقت. اوكي اوكي شباب، هاي الطريقه اللي بيعملوا فيها الارم باند. بس حاولوا نقوا سبونكم، ايده تكون ما بترجف، ايده تكون ما بترقص. هيدي هي الطريقة، ها هي الورقة، عملها انت يمكن تطلع معك احسن. خذ وقتك فيها وجربوها بالبيت او عندكم بالمحل او وين ما كان. وهي الطريقة كتير مفيدة وهي الطريقة الصحيحة، وإذا بترسم أنت بإيدك كمان ممكن تكون أفضل. إذا كان مزبوط بتطلع بإيدك أفضل. وبس، وإن شاء الله يا رب تكون وصلنا لآخر الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عنده أسئلة أي شيء يسألني بالتعليقات. وبشوفكم إن شاء الله بكرة في فيديو جديد.